فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا شاب يبدأ عملي بعد الفجر مباشرة، وأعود إلى المنزل بعد الظهر، فأتغدى ثم أنام، وأحيانا أنام عن صلاة العصر وتفوتني صلاة الجماعة، ولا أتعمد ذلك، فهل أنا آثم بهذا الفعل؟ إذا كنت تعلم أنه سيأتي عليك العصر وأنت نائم واستمريت على هذا وصار عادة، تأثم على هذا. أما إن وقع بعض الأحيان أنت حريص على القيام للعصر، ولكن بعض الأحيان يغلبك النوم، فأنت معذور في هذا، يعني ما هو بعادة ولا مستمر. نعم.